الكبار تسمى أيضا القبار أو الشفلح، نبتة شوكية خضراء لها عدة خصائص تجعل منها دواء وغذاء طبيعيا وعلاجا لأمراض مزمنة عديدة. قليل منا يعرفها ويعرف مزاياها، ويصدرها المغرب للخارج. نبتة تنتشر في آسفي، تارودانت، مراكش، وفاس وغيرها من مناطق المملكة، يعد المغرب أول منتج ومصدر لها عالميا. الأبحاث الطبية المنجزة حول هذه النبتة النادرة التي تنتشر فقط في بلدان البحر الأبيض المتوسط، تؤكد أنها تستعمل في علاج التهابات الجهاز الهضمي، وكذا في فتح الشهية وتحسين عملية الهضم، إلى جانب كونها تداوي من المرض الجلدي لكزيما. نتكلم على فوائد أخرى لنبتة الكبار حسب موقع اسمه موضوع. فيما يأتي ذكر لبعض فوائد الكبار، والتي ما تزال بحاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتأكيد فعاليتها، تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، التقليل من خطر الإصابة بالعدوى الفطري، التخفيف من انسداد المجرى التنفسي، التقليل من خطر إصابة الأمعاء بالديدان، التقليل من خطر الإصابة بداء الليشمانيات، وهو مرض جلدي ينتج عن الطفيليات.